It's me, Mellow Mario! Hello, it's me, Mellow Mario, في فيديو جديد وهو جوايد يعني مساعدة tutorial help للألعاب القديمة الأتاري أو Nintendo Entertainment System. يعني أساعدكم في هذا الجايد على اللعب كمحترفين يعني الأشياء الصعبة. المهم أيضا يعني فقط وإذا تذهبوا للدسكريبشن سوف تجدون رابط الفيديو التيتوريال اللي قمت به حتى تلعب هذه الألعاب على حاسوبك. والمهم فلنبدأ نبدأ بهذه اللعبة. بالطبع كثيركم لعبها حسنا. هذه اللعبة يمكن نقيم بها سبيد رانينج. عليكم فقط الانتباه قليلا يعني عدم القفز الجي يعني التسرع مثل الآن. عليكم التعرفة أن تعرف متى تقفز لكن انتبهوا إن لديك ما عليكم دائما أكل الفود إلا ستموت. حسنا بالنسبة لهنا هناك سر إذا تعرفونه هنا يساعد قليلا. هذا هو تطلع للفوق البونس ليفل تقفز كذا. لا هنا دائما تنزل على اللي يجري يعني قرص اللي يجري لا تسيبه. إذا سيبته تسقط مثل هذا. دائما أحذر يعني أقفز وانتبه من الانميز وهكذا يمكنك الذهاب في اللعبة لكمالها يعني. اللعبة الثانية هي كونترا لعبة شوتر صعبة جدا لقيام بها. اولا عليك يعني كمالي عليك الحصول على الكود اللي هو هذا up up down down left right left right ba start. رأيتم لدي 30 حياة. أقول لكم مرة أخرى up up down down left right left right B اللي يضرب و A اللي يقفز ثم start هكذا. حسنا عليك دائما الانتباه في المراوغة قدر المستطاع. ألعب على الديفنس وليس المراوغة. بالنسبة لا تذهب إلى الماء وحاول تقفز من هنا يعني أقعد أقفز حتى لا تسقط هكذا. انتبه من هذا الرجل أحبذ أنك تقتل هذا تدمر هذه ال هذا لأنه أفضل سلاح هو الاس الرقم يعني الحرف اس فهو أكثر شمولية. عليه المحاولة يعني هكذا أن تعيش أكثر ما يمكن. أول مراوغة تقفز هكذا أن تراوغ الطلقات. بالنسبة أول بوس رأيتم مثلا هنا التقنية اللي تستعملها أو أنت عليك تقتل الفوق أو الأنمي الفوق ثم هكذا عليك قفز هنا وتنزل وأنت نازل تضرب حتى إلى أين يمكنك تدمير البوابة. ونفس يعني نفس التقنية هذه السكيلز تستحق من بعد يعني مراوغة تلعب المراوغة ليس الهجوم. الآن سوبر ماريو بروس رأيتوني في قمت بسبيد ران اللعبة. حسنا شيء بسيط يعني فقط ذهب الجري تقفز تجنب الأعداء مع أكثر. هناك بايب هنا يمكن هنا عليك تعرف الأسرار مثل هنا وتذهب إلى البايب يعني لتقتل هذا الكل ممكن تخسر. دايما حاول فاير فلاور والباور ستار يعني حاول تضربك هكذا وتهرب منك. بالنسبة لهنا للعلم يعني تجري عليك أن تجري الذهاب إلى هذا البلوك اللي هنا وتقفز فيه يعني أن تحس أنت تلعب تحس بسرعة
لا، حتى لا تدخل في هنا مثل هكذا، تصبح تجري في مكانك منوالك. المهم عليك أن تجري هكذا مثل ما فعلت أنا، هوب، وتجري ثم تذهب إلى الفوق. أصلا هنا يمكنكم الذهاب إلى الفوق، لكن لا أحبذ ذلك الآن، لأن هناك هنا باور ستار لمن يعرفها. ثم يمكنكم تجري ثم تطبس، ثم هناك ون اب، وأحبذ هنا الذهاب من هنا لتأخذ الون اب و سكيب اول ذيس. سنة بالطبع تعرفون هذا فوق. بالنسبة لكيتو لكوتو عندما يعني يضربك بهذه الكرات، فقط اجري لا يهمك فيه، يعني اجري ولا يهمك فيه. مثل هكا يعني عندما تجري لن يستطيع ان يضربك. وهكذا يمكنكم الذهاب الى اخذ 5000. حسنا، الان هناك سر اخر وهو هذا، فيه الورد بايب للعالم السابع، و يعني كل هكذا يمكن لكت كبير تكسر. ثم تذهب من فوق عبر هذه النبتة. هذا السر العديد لم يكن يعرفه مثل انا، لم يكن اعرفه انا صغير، وهو هنا 7 5 5 7 8. الان هنا الكاستل، هناك الليفلز مثل هذوما، عندك هناك ممرات، ممر فوق ممر تحت، عليك اختيار ممرات في ترتيب معين. في الان فوق يعني في الرابع، هنا الان في الرابع، هكذا من فوق تحت. او وعندما تصل الى البوس، احبذ انك تكون عندك الفاير فلاور. اذا لم تستطع انتبه من هذه البروجكتال نار من اسفل، وهذا تنتبه من نار باوزر، وحاول تقفز فوقه قبل ان يقفز هو، يعني تحسب انه سيقفز هكذا، يعني بعد ما يقفز تمشي ممكن تلعب معه وتموت. الان بطل سيتي، وبالنسبة لهذه النصائح، لا تلعب بالحكومة وتضاوى هكذا، لا يعني في بعض الاحيان افعلها شيء لي زين حتى تربح، وتنتبه من جميع الاحتمالات، يعني من جميع الأمكنة والتانكس المخبأة تحت الحشيش وهكذا. قد انتبه والتركيز وال يعني الدفاع، فليس أن تبقى هنا أن تقتل كلهم واحد يتسرب يعني يهرب ويقتل الحكومة. بومبرمان، حسنا، نصيحتي الوحيدة أن لا تحبسوا أنفسكم هكذا، هذه النصيحة الوحيدة. دائما تحصل يعني فقط تركيز في اللحظة المناسبة. وأيضا بالنسبة للوحوش يعني حاول تحصرها، يعني تضع القنبلة وتحصرها، ينتج ولا تكسر كثير من البلوكس. مثلا هنا يمكنك تكسيرها، لكن اللي بجانب البالونات هذه لا تكسرها، انك تحتاج اليها لي يعني لي بلوك، ولا تقترب منه ولا سيتبعك مثل الان. الان دونكي كونغ، حسنا، فقط انتبه يعني حاول تطلع بالسلالم قدر المستطاع، وان تنتبه الى البرامل. مثال الان يمكنه ان يخدر بك، عليك ان تبقى بين السلالم وتنتبه، والمطرقة لا تستعملها الا عند الحاجة، مثال لا يمكن ان يستعمله الان. الا انا تريت هناك كثير من البرامل الاتية، فاخذ المطرقة. يمكنكم البقاء هنا وتأتيكم البرامل تضربونها. حسنا، بالنسبة للقفز، أرأيتم؟ ليس عليكم الذهاب من شيء أعلى إلا تموتون.
حسنا بالنسبة The Legend of Zelda لعبة صعبة يعني الـ open world، ليس هناك خريطة واضحة والـ dungeons، يعني إذا أردت وعزمت أن تكملها حاول يعني تقوم برسم بياني صغير للخريطة وتذهب هناك أسرار، مثال عارف هنا مثال هنا بالخريطة يعني بالقنابل، مثال هذا أعطاك روبيز، حاول تستحفظ روبيز، وهذا المخلوقات هذه تقتلها، حاول الحفاظ على الدم إلى 3 قلوب لي يعني تقذف طاقة من السيف من البعيد فقط، والذهاب إلى دنجز. بالنسبة لدنجز انتبه ألا تموت في وسط دنجن وأن تعرف الأسرار جيدا. بالنسبة لباكمان نصيحتي أنك تحاول أن تستغل تلك الطاقات الأربعة جيدا، يعني لا تفرغها كلها في يعني توزعها، لا تتعب نفسك للغلة يعني السكور إلا إذا كنت واثق من نفسك. مثل الآن تظن نفسك ستموت، عليك لا تهتم للنقاط يعني تأكلها، حاول أن تخرج من المأزق، واعلم أن الأحمر يتبعك، أن الأحمر يتبعك وأن الأورنج يذهب بأي اتجاه يعني راندوملي، والأحمر لا 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 الأزرق يحاول أن يقتلك يعني يقوم لك مثل الآن، حاول أن يحصلني، سأذهب من الآن يرجع إلي، سأذهب من الآن سيعود إلي أو لا. البينك يحاول أن يضع رأيته، كان يمكنه أن يتبعني لكن ذهب من الطريق الأقصر. آخر شيء هو داك هانت، آخر شيء هو داك هانت. الأول تكون سهل يعني بالماوس، ماوس الكمبيوتر، لكن ثم سيصبح يجري يعني البطاط تجري بسرعة، عليك أن تحتسب سرعتها، يعني هي تذهب على اليمين تحتسب سرعتها تضربها يعني تنزل ستأتي عليها، ليست أنت تنزل وهي تهرب منك، لكن لا تنخدع، في بعض الأحيان أنت تنزل وتغير اتجاهها فجأة، يعني ذلك الصعب في اللعبة، يعني لا تتوقع أنها تتغير اتجاه، مثلا أنت تذهب إلى اليمين وثم تعود تذهب إلى اليمين بسرعة، وعليك الاحتفاظ بالشوت فقط. هذا هو بالنسبة لليوم الفيديو هذا، يعني هذا الجوايد الجديد، هناك أفعاله للكونسولز مثل الآن الألعاب القديمة، في بعض الأحيان أفعالها للعبة سوبر مترويد، وبرمج سوبر مترويد كيف تكون سكيلز القوية البومز والجامب أخيري، والجوايد للعبة جيدا جيدا مثل سونيك جينيريشنز و سوبر سماش برو، يعني افهمكم فيها كل شيء في بلاي ليست واحدة. المهم اذا احب التنوع في قناتي، يعني عندما يأتيني شخص جديد يجد التنوع ليس فقط جيم بلايز الى اخره. سي ماريو، سي يو نيكست تايم.